السلام عليكم. ده فيديو سريع هنشوف فيه ازاي نشيل مسمار رسم التكلة عايزين نفوره. في كذا طريقة من الطرق الظريفة بالبولت اكستراكتور او زي ما بتتقال في السوق الايزي اوت دي، هنشوف هنستخدمها ازاي. الاول بنجيب مقاس بونطة مناسب لمقاس المنشار المسمار عندنا. ده الظرف بتاعي، الظرف بتاع المخرطة، وللأسف في مسمار راسه اتاكلت، ثبته على المنجلة. وهنبدأ ايه، هفتح الاول للايزي اوت. ممكن برضو نستغل ان احنا ايه، زودنا الخرم ونبدا الايزي اوت، هتبدا تاخد راحتها اكتر، يبقى ليها ايوه بس خلاص كده. كده المسمار طلع وكده اتفك، ونبدا ان احنا نقدر نحط بقى مسمار جديد. اتمنى يكون الفيديو السريع ده مفيد، وتابعونا وان شاء الله يبقى في حاجات جديده نتعلمها مع بعض.